الحقيقه في موقف لا يعبر الا عن الخسه والنداله والقذاره والخيانه وكل المعاني القميئه القذره اللي ممكن يوصف بها الخائن. شركه طيران سودانيه اسمها شركه بدر سلمت شاب مصري للامن في مصر. طيب سلمته ازاي وغدرت بيه ازاي؟ الشاب ده اسمه حسام سلام، في السودان بقاله 5 سنوات، قرر انه يروح تركيا، حجز تيكت طيران على متن شركه بدر. في المطار هناك في الخرطوم مسكوا الشاب ده، حققوا معاه ما عملوش حاجه، ركب الطياره وفي الاجواء المصريه يبدو ان الامن المصري جات له اخباريه بالشاب ده. الشاب ده متهم في مصر متابع حاجه اسمها حركه حسم، تمام؟ فالامن المصري عمل حركه قذره مع الامن السوداني، خلوا الطائره عملت هبوط في مطار الاقصر. كابتن الطائره قال اصل في عطل في كابينه الشنط، الكابينه بتاعت المخزن اللي بتحط فيه الشنط، بمنتهى القذاره والخيانه وما كانش في عطل ولا حاجه، وكل الركاب قالوا ما فيش اعطال ولا حاجه. نزل الشاب راح مقبوض مسلمينه للامن المصري في الاقصر بمنتهى الحقاره والقذاره. ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القران الكريم: وان احد من المشركين استجارك فاجره. فما بالك ده مؤمن مسلم ينطق اللغه العربيه مثله مثلك. يعني مش قادر افهم ليه الخيانه والقذاره من شركه الطيران السودانيه شركه بدر. وبعدين هي شركه بدر عادي، يعني هو بالنسبه لها عادي ان هي تعمل حركه زي كده، اذا كان دي شركه نصابه وحراميه وبتسرق ذهب السودانيين باتفاق مع حميدتي وتسلمه للامارات وتبعته لابن زايد. يعني اصلا شركه يعني سمعتها معروفه، سمعتها القذره والحقيره معروفه في سرقه ونهب ومساعده حميدتي في سرقه ونهب ثروات الشعب السوداني. لكن وصل الامر انك تسلمه شاب يا عالم هيعدم، يا عالم هيقتل، يا عالم هيسجن الى ما لا نهايه، يا عالم ايه اللي هيحصل بيه، تسلموه بالطريقه الحقيره دي؟ يا اخي ده انتوا لو كنتوا كبلتوه من مطار الخرطوم ورحلتوه مصر كان اهون من فكره الغدر. يعني الغدر لما يجي من حد المفروض هو امن حياته معك، سلم حياته ليك، فانت تغدر بيه، ده لا يعبر الا عن حجم الخسه والقذاره، حجم الخيانه والعار، فقدانكم للشرف وفقدانكم للمروءه. مش قادر افهم، انا مش قادر افهم ازاي الشركه تضحي بسمعتها. شوفوا دلوقتي الترند على تويتر وعلى فيسبوك مقاطعه شركه بدر للطيران. ليه؟ لانها شركه خاينه. السلام عليكم.